مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ووصلت العظمى في عمان 30 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق وبتوصل درجة الحرارة ل 19 درجة، أما الرياح شمالية غربية. غدا استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة نهارا ولطيفة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 28 وبتنخفض بالليل ل 20 درجة. يومي الأحد والاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا تكون الأجواء صيفية نهارا ولطيفة ليلا، بتوصل درجة الحرارة بنهار ل 31 وبالليل بتنخفض ل 21 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل في إربد 20 وغدا 31، عجلون أجواء صافية 18 وغدا 29، جرش 20 وغدا 31 وأجواء صيفية. في المفرق 19 وغدا 31، الزرقاء 21 وغدا 31 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلطة 20 وغدا 29، مادبا أجواء صافية 20 وغدا 29، مطار ملك علياء 18 وغدا 31 درجة. البحر الميت 28 وغدا أجواء حارة 39، الطفيلة 18 وغدا 28، الكرك 19 أجواء صافية وغدا 30 درجة. في معان 20 وغدا 30، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 28 وغدا 39، نهاية برويشد 20 وغدا 36 درجة. إذن ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: أجواء صيفية معتدلة وليالي لطيفة إلى معتدلة وارتفاع قليل على درجات الحرارة. بننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة إليك لنا. شكراً مريان.